وللحديث عن التأكيدات الأممية بعدم إمكانية عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم في ظل استمرار النظام السوري باعتقال العائدين بحجة انتمائهم للمعارضة ودعم روسيا له، معنا من اسطنبول المتخصص في الشأن السوري ياسر النجار. أهلا بك سيد ياسر. يعني بداية، ما هي المخاطر التي يمكن أن تواجه السوريين الذين يفكرون بالعودة مع استمرار الدعاية الروسية بأن الوضع مستتب بعد يعني ما جرى القضاء على ما يسمونه الإرهاب من وجهة نظر روسية؟ تفضل. حياكم الله لكم ولمشاهديكم. يعني بتصوري الرسالة الروسية واضحة، لطالما كانت الرسائل الروسية هي تصب في مصلحة العملية العسكرية التي تديرها روسيا. روسيا تريد أن تقول أنها تسيطر على الأوضاع ميدانيا وبشكل كامل، ولكن الأرض تخالف يعني ما تقوله أو تصرح به روسيا. هذا ما وجدناه بخصوص ما حصل في جنوب سوريا درعا، الاتفاقات المصالحة التي أجرتها وأبرمتها وكانت الضامن الرئيسي فيها روسيا بالتوافق مع الولايات المتحدة الأمريكية والأردن منذ عام 2018 كانت هباء منثورا، وعاد الشعب في سوريا في جنوب سوريا مهد الثورة للقول كلمته على أنه لا يقبل بوجود هذا النظام. هذا من جانب. من جانب آخر، هناك الأراضي التي تقع تحت سيطرة النظام على وجه التحديد، لم يعد أي لاجئ من الدول الغربية أو من الدول يعني المجاورة إلى مناطق سيطرة النظام بحجة أن النظام استتب الأمن لديه، بل على العكس تماما. هناك مطلب واحد بالنسبة للعودة للاجئين، وهو عملية الانخراط في العملية التفاوضية السياسية والرعاية الأممية وتطبيق القرارات الأممية. أتكلم عن قرار 2118 والقرار 2254. إذن مع عدم وجود أي حل سياسي ترعاه الأمم المتحدة، يستحيل أن يتم إعادة اللاجئين إلى سوريا. سوريا تحولت إلى دولة فاشلة في ظل بقاء بشار الأسد. إلى سؤال آخر الآن سيد ياسر، يعني أمام تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة في سوريا، إلى أي مدى تضح زيف الدعاية الروسية، ولماذا تقحم روسيا نفسها في هذا الموضوع من الأصل؟ يعني بتصور روسيا كانت تنظر إلى مصالح لها في التدخل في سوريا، هي تنظر إلى يعني مخرجات العملية العسكرية من خلال العقود التي أبرمتها مع النظام، من خلال سيطرتها على الثروات الباطنية في سوريا، من خلال وضع فرض نفسها على المستوى الدولي كأنها قوة لها اعتبارها في الإقليم. أما روسيا فآخر أما أن يكون يعني هناك حل يرضي الشعب السوري، هي تستعين ببقاء بشار الأسد من أجل ضمان استمرار مصالحها ليس أكثر، وإنما هي لا تنخرط ولا تضغط على النظام من أجل أن يكون هناك حل سياسي كما ذكرنا توافق مع القرارات الدولية. طيب باعتقادك سيد ياسر، يعني إلى أي مدى ساهمت موسكو بتأجيج الوضع الدولي في بلدان اللجوء ضد اللاجئين السوريين، وكيف استفاد الأسد من ذلك؟ يعني تصور محاولات روسيا بالضغط على دول الجوار على وجه التحديد من أجل أن تنخرط في عملية إعادة اللاجئين لم يعني يكن لها أي فائدة، ولم نشاهد هذا الأمر بشكل عملي. أيضا محاولات روسيا بإعادة تطبيع العلاقات الدول الإقليم مع النظام أيضا وقفت في طريق مسدود، حتى المشروع الأخير التي حاولته دولة الأردن والعراق ومصر من خلال بعض المشاريع الاقتصادية مع النظام وجد أن النظام يدير هذا الأمر ليس من باب المصلحة المتكاملة وإنما من أجل إعادة تسويقه فقط لا غير. لذلك أنا بتصوري روسيا تعجز عن إعادة تسويق النظام، وروسيا تفشل بإعادة عودة سوريا إلى دولة حقيقية إلا في حال انخراطها في عملية حل سياسي حقيقي. نعم، نذهب إلى سؤال آخر الآن سيد ياسر، يعني في ظل هذه الانتخابات أو الانتهاكات عفوا التي ترتكب ضد العائدين لسوريا، لماذا يستمر التجاهل الدولي للقضية السورية، وكذلك نجد هناك نوع من التضييق على اللاجئين السوريين الموجودين في الكثير من الدول التي تستضيفهم؟ يعني بتصور الولايات المتحدة الأمريكية والتي هي راعية لعملية التفاوض في سوريا من خلال مؤتمر جنيف، هي منشغلة عن الإقليم، هي لديها مشاغل يعني خارج الإطار الإقليمي، ترى أن الوضع في سوريا ليس بهذه الأهمية الكبرى. أيضا الدول الأوروبية تدخل في حال تجاذبات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتعبت هذه الدول من عدم وجود حل حقيقي وجدوى
بإيجاد حل حقيقي في سوريا. لذلك أنا أتصور مسؤولية المعارضة السورية ومسؤولية المواطنين السوريين في المهجر التهجير القسري أن يكون هناك إعادة إحياء لمسار سياسي تضغط من خلال هذه الدول على روسيا وعلى النظام من أجل أن يكون هناك حل حقيقي وسياسي. أما بسبب تصاعد التنمر على اللاجئين السوريين في الدول اللجوء، أنا بتصوري تصاعد اليمين المتطرف في بعض الدول الغربية هو الذي يكرس هذه العملية، وأنا بتصوري هناك مسؤولية أخلاقية ومسؤولية دولية على الأمم المتحدة لكي تؤمن حماية اللاجئين في دول المهجر، ومن أجل أن يكون هناك حل سياسي يعود من خلال اللاجئين إلى بلدهم في سوريا. الآن إلى السؤال الأخير سيد ياسر، يعني تقرير التحالف الدولي للقضاء على الذخائر العنقودية أثبت أن نصف ضحايا القنابل العنقودية في العالم كله سقطوا بيد نظام الأسد. السؤال هنا، لماذا يستمر حتى الآن نظام كنظام الأسد ولا نجد أي من القضايا ترفع عليه بشكل حقيقي وتحرك بشكل فاعل في محكمة العدل الدولية مثلا؟ سؤال مشروع. عندما نرى أن الأسد يستخدم أسلحة محرمة دوليا، وعندما يستخدم الأسد أسلحة غير ذكية الغاية منها تحقيق أكبر عدد من القتلى من المدنيين السوريين، بتصوري هناك مسؤولية أخلاقية لمنظمة الأسلحة الدولية، وهناك مسؤولية أخلاقية على مستوى الأمم المتحدة، وأيضا يجب أن يكون هناك تحريك لقضايا ضد النظام من أجل عدم استخدام هذه الأسلحة أو تجريمي على استخدام مثل هذه الأسلحة. بتصوري هناك تغاضي من المجتمع الدولي حتى هذه اللحظة، والنظام الأسد يتمادى في استخدامه لمثل هذه الأسلحة عندما يرى أن هناك عدم اكتراث بأرواح السوريين من قبل الأمم المتحدة والدول الغربية التي من المفترض أنها تصدر ما يفهم بمفهوم الأخلاق والإنسانية وحقوق الإنسان إلى المنطقة. المتخصص في الشأن السوري ياسر نجار، كنت معنا عبر سكايب من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.